هو طبعا من ضمن الفروقات الكبيره قوي اللي ما بين الجيم وما بين البيت، اولا الاوزان، ثانيا المكان بقى والتريد ميل والحاجات صح زي كده. دي حقيقة. لو افترضنا ان الشخص اللي عايز يمارس رياضه ما عندوش ولا تريد ميل ولا عنده اي اوزان في البيت، ما عندوش غير مجرد مات زي اللي حضرتك مشكورا جبتها معاك، تمام، ايه اللي يقدر يعمله؟ وهل ممكن يوصل لنفس او قريب من النتيجه اللي كان ممكن يوصل لها لو كان بيروح الجيم بانتظام، ولا صح. لازم هيكون في فرق بين الاثنين؟ انا هاخد من كلامك بس حاجه، نرجع بينا يعني 20 30 سنه ورا تاكيدا بس لكلامك، يعني ان كان زمان ما كانش فيه ثقافه الجيمات، وكنا بسم الله ما شاء الله كنت بتلاقي اجسام وكنت بتلاقي صحه، وكنا بندخل بطولات زمان من 20 30 سنه، وكنت بتلاقي ثقافه الجيم اللي موجوده فوق السطوح لو تفتكر، اللي هو البار ومحطوط فيه اسمنت والكلام ده، وكنت بسم الله ما شاء الله فعلا، وده فعلا بسم الله ما شاء الله كنت بتلاقي اجسام وصحه. فمعنى كده ان الثقافه مش جيم بس، لا ده ثقافه ان انت تاخد الخطوه الاولانيه ان انت تبدا تعمل امكانيات متاحه ليك في البيت وتبدا تعمل، وعن طريق وزن جسمك، وده اللي احنا جايين نعمل بيه زي مبادره كده، ان انت يا جماعه ممكن تبني جسمك بوزن جسمك في البيت باقل امكانيات، انت بس محتاج مات، ممكن تستخدم كرسي، ممكن تستخدم ازايز ميه، ممكن تستخدم وزن جسمك، وده اللي احنا هنشوفه في بعض تمارين النهارده، وهتبدا تعمل سكادجول زي ما انت بتعمله في الجيم بالظبط. يعني مثلا انت كنت بتعمل مثلا جدول تمارين صدر وبايسبس، ظهر وترايسبس، شولدر، وبعد كده يوم رجلين، فده اللي هنبدا نعمله بالتدريج في البيت، ونبدا نحط برنامج للشخص يتمرن عليه وكانه في الجيم بالظبط، على اساس ان هو مش قادر ينزل مثلا الجيم بسبب مثلا شغله، بسبب الجو زي ما احنا قلنا من شويه. لو عرفت تلمنا كل التمارين اللي انت ذكرتها دي في الفقره دي يبقى عسل جدا. طبعا ده كتير جدا، تمارين يعني كتير جدا، بس يعني هحاول لكل عضله سواء كبيره او صغيره. هحاول طبعا ان ادي النهارده مثلا لو يكن صدر وهناخد عضلتين مثلا، عضله كبيره وعضله صدر وبايسبس مثلا، بوزن جسمك نقدر نعملهم ازاي في البيت؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي ان شاء الله. يلا بينا. هنبتدي بايه الاول؟ طبعا مستر كريم الف، انت قلت في الاول كلمه مهمه جدا، احنا كنا بنستخدم التريد ميل في الجيم. طيب ايه بديله بقى في البيت؟ اللي احنا ممكن نعمل تسخين ورم اب عن طريق الجمبات، عن طريق الاسترتشات، عن طريق الورم اب للجوينت، المفاصل، المسل، الكلام دوت بالظبط. احنا نبدا مثلا نعمل حاجه بدل التريد ميل، اللي احنا نبدا مثلا نعمل جمب على مشط رجلي لمده مثلا 30 ثانيه او دقيقه حسب ما انت تقدر، او الليفل بتاعك قد ايه. لو انت مثلا بيجنر او ادفانس، مثلا احنا قلنا نعمل مثلا جامب على مشط رجلي لمده دقيقه، اوكي خلصنا الدقيقه، بعد كده هبدا اعلي الجامب شويه، دي مرحله اصعب. كل دي بيشتغل على الجهاز الدوري التنفسي، انا بعمل ورم اب للجهاز الدوري التنفسي بتاعي، أوكي. على اساس ان انت كده بتبدا تهيئ العضلات اللي انت تعمل عليها اي حمل، اوكي كده ابدا الليفل بتاعي يعلى شويه، كده ابدا اعمل جامب جاز، ابدا احرك ايديا مع رجلي، يبقى انا كده بشغل اللور اب اللور بودي مع الابر بودي، تمام، اوكي. بعد كده بقى ممكن اعمل سكوات مع شولدر بريس، كل حاجه منهم نص دقيقه بس بالظبط، بيبقى نص دقيقه كده راحه. حلو. والشغل الورك اوت بتاعي بيبقى لمده دقيقه، دقيقه ونص، تمام، حسب ما انا هقدر اشتغل. بعد كده ببدا اعمل ورم اب للمفاصل، طبعا نصيحه ان انا ما اعملش استرتشات استاتيك قبل التمرين، نخلي الاسترتشات الاستاتيك بعد التمرين. طب ايه هي الاسترتشات الاستاتيك؟ اللي هي بتبقى من الثبات، يعني مثلا ما اعملش استرتشات ثبات زي اللي انا بعملها دي بالظبط قبل التمرين، نخليها بعد التمرين. طب اعمل ايه قبل التمرين استرتشات؟ اللي هي الديناميك من الحركه، اوكي، يعني كده مثلا بعمل استرتش لعضله الصدر اللي انا هشتغل عليها بس من الحركه، عشان ومن غير اي اوزان ولا بالظبط اي حاجه، اقيها من الاصابات، تمام، اوكي. بعمل مثلا شولدر بريس برضه او تبادل للمفاصل بتاعتي، مفصل الشول الالبو اللي هو الكوع، مهم جدا اللي بيجي لنا معظم اصابات منه لو التنس البو او الجولف البو، اوكي، يمين شمال، نفس برضه القصه في الدراع الشمال، وانت بكده تكون سخنت الجسم بالظبط كده. انا ابدا اشتغل لازم يعني اول جزء في جسمي ابدا اشتغل بيه عضلات البطن، هي عضلات السباين اللي هي الكور دي، ما دام انا ابتديت بيها يبقى انا كده باخد جسمي برضه من اي اصابات اثناء التمرين.